لسه مكملين كلام عن الحوار الوطني، وزي ما حضراتكم عارفين انه يمكن اللي بيميز الحوار الوطني هو انه بيشارك فيه كل فئات وممثلي الشعب المصري من سياسيين واحزاب وشخصيات عامه وخبراء وحقوقيين، عشان طبعا يثيروا النقاشات والافكار اللي مطروحه في الجلسات. خلونا نشوف مع بعض يمكن لقاء مع الاستاذ عمرو امام وهو حقوقي مشارك في جلسات الحوار. هو اهم من مخرجات الجلسه بتاعه لجنه حقوق الانسان بتاعه التمييز، اهم من مخرجات أهم النقاش نفسه، يعني طرح نقاش التمييز نفسه ده طرح مهم جدا 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 في الوقت ده. المخرجات ليها علاقه بحاجات كتيره جدا، انا حتى قلت ده في كلمتي، ليها علاقه بالمجتمع نفسه، يعني حتى لو الحكومه او الدوله عندها رغبه في ان هي تعمل مفوضيه لمكافحه التمييز، الوعي الجمعي المصري في مشكلة ضخمة ليها علاقة بإن التمييز هو سمة أساسية موجودة وليها علاقة بالتفاخر. يعني التمييز هنا هو الاستعلاء، التمييز هنا هو العنصرية، التمييز هنا هو التنمر. وفي مصر تحديدا كل أي حد أعلى من حد درجة بيمارس عليه التمييز، وموضوع مش بيمارسه يعني الفكرة مش لازم يكون بقصده، بس هو خلاص بقى وعي جامعي، بقى زي ما بيقولوا عادة طبع. فعشان تحاربه محتاج جيل من أول وجديد ياخد ستيب 1 لحد ما يبقى شاب ويبقى عنده في عشريناته، يعني من عنده 5 سنين لحد الوقت ده لو قدرنا نديله محتوى ونعلمه يعني إيه إنسان أصلا، يعني إيه يعني يحترم ذاته كإنسان ويقدرها ويحترم نفسه كبشري ويعرف اللي هو شريك في الحياة كلها، مش هو مفيش ميزة ما يدا عشان هو بني آدم، ده ساعتها نقدر نقول بدأنا نحل مشكلة التمييز. الموضوع عميق وصعب جدا 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 جدا.